الحسن. انطلق المسلمون في الطريق، كان معهم أعداد منهم وفيهم أبطال وشجعان وشعراء، ومنهم عامر بن الأكوع. قال عامر بن الأكوع: له علاقة بسلمة بن الأكوع؟ نعم، عمه أخو أبي سلمة المذكور في القصة السابقة في غزوة بني زيقاد أو الغابة، هذا عمه. وقلت لكم حينها سلمة بن عمرو بن الأكوع، بينما هذا عامر بن الأكوع فهو عمه. في الطريق كان عامر بطلا شجاعا وكان شاعرا، فقال له رجل من الصحابة: ألا تسمعنا من بعض هنيهاتك؟ قال: إيش يعني؟ يعني سمعنا هيك قطعة شعرية كما نقول الآن. وكان هذا عادة لعدد من الصحابة أن ينشدوا بعض الشعر الحسن في طريق السفر، ينشطون به أنفسهم. يعني كأن هذا نستطيع أن نقول لو أن الإنسان في طريق السفر استمع إلى أناشيد تنشطه، أو في وقت متعب هو في أناشيد كلمات لطيفة لا بأس بها، هذا أمر لا حرج فيه. فأنشأ يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، إنا إذا صيحا بنا أبينا، وبالصياح عولوا علينا، فانصر لديك ما أبينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. قال: هذه الأبيات قد سمعناها سابقا. نعم، هذه جزء أو مقاطع منها قالها المسلمون يوم غزوة الخندق، سبحان الله. وكان شاعرها هو الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة. قالوا: هون لك هذا؟ قال: يعني أخذ شعر هذاك وقالوا لنفسه؟ لا، تواردا على بعض الألفاظ. لذلك هنا إنا إذا صيح بنا أبينا ما هي موجودة في كلمات عبد الله بن رواحة، فتواردا يعني تشابها في عدد من الألفاظ، فصار يردد هكذا. ذكر الحافظ ابن حجر في الجمع بين الروايتين، قال: فجعل يرددها، طبعا يقولها بأسلوب حماسي ليس بأسلوب تكاسلي، هم في طريق سفر وفي طريق حرب. إن الأولى قد بغوا علينا، إنا إذا صيحا بنا أبينا، وبالصياح عولوا علينا، فانصر فداء لك ما أبينا، وكذا. فقال رجل من الناس لما سمعه: من هذا؟ ولعل الخبر وصل إلى نبي الله، فقال: من هذا أيضا؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا عامر بن الأكوع. كأنه سر بكلماته، فقال: يرحمه الله. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا أن تعتنى به يا نبي الله. قال: إيش يعني؟ إيش صار؟ يرحمه الله يعني طبعا بعض الناس إلى الآن يفهمها على المعنى أنه إذا متنا الله يرحمنا، وإذا تمينا طيبين الله يأخذنا. أحيانا وأمواتا، ليش تنزعج أن الله يرحمنا؟ أحيانا وأمواتا، لا ينبغي للمسلم أن ينزعج من مثل هذه. لكن هذه في العصر النبوي لها معنى خاص، أما في عصرنا فمعناها عام. قال: إيش معناها في العصر النبوي؟ قالوا: كان رسول الله لا يخص أحدا بالترحم إلا استشهد. إذا واحد ذكروا له يا فلان فقال له يرحمه الله، يستشهد هذا الإنسان في سبيل الله، سبحان الله. فقال له عمر: لولا أن تعتنى به يا رسول الله، هذا بطل يعني كان يتم، سبحان الله. أقول في هذا الكلام دقيقة مهمة، تمعن معي يا أيها الكريم. قال له عمر: لولا أن تعتنى به يا رسول الله. إليش سيدنا رسول الله هو الذي بيده الإحياء والإماتة؟ لا، بيد الله. ولكن نسب عمر رضي الله عنه قوله أن تعتنى أنت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى عند العرب المجاز. المجاز تقديرا، يعني أن الله أعلمك أنه سيقدر عليه هذا، فيعني
كأنه يقول سبحان الله قدر الله ما شاء فعل، تألم لهذا. يشير هذا إذن كما قلت يا أيها الأحبة إلى أنه لا بأس بذكر المجاز. إذا قلت له لإنسان أغثني، وأنا لا أقصد أنه إله يغيث، ولكني أريد منه مساعدة. فبعض الإخوة وفقهم الله يقول أشركت بالله العظيم، لا أشرك بالله العظيم، وأنا لم أرد أن أنزله منزلة الله العظيم أصلا، ولا أعتقد به إلا أنه عبد ضعيف يعني من أقل عباد الله، مثلي مثله، شأني شأنه، ولكن على سبيل المجاز. فهذا ما قال له لولا طلبت من الله أن يمتعنا به، ما قال له هالكلام، قال له أنت أمتعتنا، أنت أمتعتنا، ليش أنت بتحيط؟ لا، لكن على سبيل المجاز. فالمجاز موجود في كلام العرب. فبعض الناس يتشدد في هذه القضايا لدرجة زائدة. إذا اعتقدت أن من يتكلم مع إنسان يعتقد أنه شريك لله فينبغي أن أنكر عليه إنكارا عظيما، أما لا أعتقد بذلك ولا هو يعتقد، فلماذا يشدد النكير أحيانا؟ سبحان الله.